شفناهم في مسارح عالمية واقفين وبيغنوا، وانا فاكرة يا ليلي يا ليلي دي كنا كلنا بنقعد اوه ايه ده ازاي، والمود اللي كنتي فيه، وبعدين تروحي تمثلي وتغيري وتبطلي شوية غنى او تبعدي عنه. انتي حاسة ان اللي عملتيه ده صح؟ هو احنا طبعا كسبناكي في التمثيل، بس انا هصحح معلومه صغيره بس يا شيرين، انا ما سبتش الغنى، هو كل اللي حصل بعدتي انه عنه شوية. بعدت لان ما عرفتش انتج، ما عرفتش اكمل انتاج، انا طول عمري انا اللي بنتج. فانك انت تنتجي اغاني النهارده صعب جدا جدا، لان الاغنيه الواحده من مؤلف من ملحن موزع موسيقيين ده مش عايزه اقول لك مبلغ وقدره ازاي. فلوحدي ما عرفتش اكمل ده. مش معنى كده ان مش راجعه للغنى، حقيقي بعت ما اقدرش انكر، ولكن برضو هرجع اقول لك ان لما بتخشي تمثيل، التمثيل بقعد في التصوير ما لا يقل من 12 ل 16 ساعه في اليوم علشان نلحق نخلص شغلنا. زي ما بيقولوا سلو بلدنا كده، مش راضيين يغيروا النمط اللي احنا بنشتغل بيه، ان احنا نشتغل اوقات ساعات طويله عدد ساعات غير ادميه بصراحه. ولكن ده لما بتعملي كده ما ينفعش انك انت تاني يوم تروحي تقفي على مسرح وتغني. فلما بيكون عندي مسلسل بضطر كل سيستم حياتك يتغير كله كله، عارفه. بس ربنا بيكرمني، يعني كذا رمضان ورا بعض كان عندي حاجه حلوه اقدمها للناس، وبعدين بقول انا بجد نفسي اقف على المسرح، بجد نفسي اطلع اعمل غنى تاني. في مشروع في شهر مايو، كونسرت، بيج كونسرت، اتمنى انه دي هتكون فين؟ فين دي ما اعرفش، بس أوكي. في شركه انا قصدي داخل مصر يعني. وما اعرفش كان، يعني مش عايزه اتكلم لسه الموضوع سابق اوانه يعني، انما زي ما بقولك الوقفة المسرح الوقفة وحشتني. لا وانتي كمان كنتي بتقفيها بشموخ كده. لا بس هقولك حاجة يا شيرين، انا من شهر اكتوبر اللي فات قدمت مصر في الاسبوع المصري في ارمينيا، فده كان معنا اوركسترا من الاوبرا مع مايسترو احمد عاطف، فده كان يعني مش هقولك انه كنت مبسوطة، كنت مبسوطة جدا، بس كنت اتمنى ان الحفلة تبقى في القاهرة وقريبا ان شاء الله. ان شاء الله. نجيب زاهي زركش، انا لازم اقف عند المسلسل ده، الجمال اللي كنت فيه ده والاختلاف ده. لا لا انت بس الناس دايما بتعتبر ان يمكن لاني جاده شويه في شغلي، فلما شافوا الجانب الكوميدي حتى زميلاتي قالوا لي احنا ما كناش عارفين الجانب الكوميدي عندك ده. بس انا كنت اقر واعترف ان انا كنت واخده الموضوع جد جدا، يمكن ده اللي جاب كوميديا شويه. بس كنت مبسوطه بان في مخرج اتكل عليا اني اقدم شيء جديد. صح. فأتمنى أن المخرجين يعملوا كده، أتمنى أقدم استعراض، أتمنى أقدم فيلم رومانس عاطفي. الله. يعني عارفة شوية عواطف.